وبعدين معاكي بقى اللي يكون حد فايت يقولوا ايه مال يا اخويا قولوا اللي يقولوه. هو الحاج سلامة خلص فطاره بالهنا والشفا الحمد لله. هو زمانه بيشرب الشاي متولي متولي. استنى يا متولي متولي استنى. بس انت لسه ما كملتش اكلك يا حاج. نحمده ونشكر فضله. سي متولي على الباب خليه يدخل. استنى يا بنت متولي. صباح الخير يا حاج. صباح النور. صباح كلك لهم. ألف حمد وشكرا. أنا فطرت الحمد لله. أيوة. يا متولي أنت عامل دايما تكليف كده يا أخي. خير ربنا كتير. ربنا يزيدكم كمان وكمان. بس عدم المؤاخذة يعني أنا لو ما فطرتش كل يوم على عربية الفول بتاع الواد مدني بيزعل مني قوي. على رأيك يا متولي الواحد نفسه في قدرة فول كده يفطر منها زي زمان. وزي زمان ليه يا حاج؟ إحنا فيه. أجيب لك عربية الفول وعليها القدرة وأعمل لك حتة طبق فول يستاهل بقك. على رأيك يا زبيدة. يلا بقى صب الشاي لمتولي خليه يروح شوف شغله. لا معلش يا حاج أنا هشربه هناك. الله يا ولد اقعد اشرب الشاي هالدنيا طارت. طب اجيب لك حته بسبوسه تحلي بيها بقك. ربنا يحلي ايامك يا ست الكل. بس حقيقي مش قادر اكل. عرفت هتعمل ايه النهارده؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. احنا عندنا كام توب دمور؟ 3.5. والبفته يعني يجي 2.25. هبعت لك 5 دمور و4 بفته تمشي نفسك بيهم. المفاتيح يا متولي. تسلم ايدك. ربنا يفتحها في وشك دايما يا ست الكل. يا رب. خط سير حضرتك ايه النهارده؟ انا يا سيدي خدت سيره هروح شارع السد هحصل قرشين من الحاج حامد والحاج ابراهيم وبعدين اطلع على البنك واجي لك المحل. توصل لنا بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يفتحها في وشك يا متولي. سي متولي سي متولي. ايه حكايتك يا صباح؟ وانا كل ما اجي خارج من عندكم البيت تجري ورايا وتنده عليا بصوت واطي. عايزه ايه وبتوطي صوتك ليه؟ يوه يا متولي خايفه. ايه خايفه من ايه؟ تعالى بس تعالى تعالى. خايفه الست زبيده تسمعنا. طب وفريدي سمعتنا؟ لا 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 يا متولي كله الا كده. ايه اصل ده؟ ايه كله الا كده؟ اصل الست زبيده موتها وسمعها الحاجات دي. الحاجات دي؟ انهي حاجات دي؟ ما تفسري كلامك يا بنت. الحب يا متولي. حب؟ انهي حب؟ يوه اللي بيني وبينك يا متولي. يخرب بيتك مين اللي قال ان في بيني وبينك الكلام الفارغ ده؟ اسمعي اوعي تكوني عايزه ترمي بلاكي عليا. اقسى عليك يا متولي. صباح بقولك ايه اصطبحي وقولي يا فتحي عليم. قلت. طب انا كمان بالاذن. استنى بس يا متولي ما تبقاش حمقي كده. الكلام اخد وعطى. ايه اخد وعطى دي؟ هي بيعه وشروه؟ وبعدين العمال ملطوعين في المحل اللي تلاقي بوزهم بقى شبرين. السلام عليكم. اعمل ببدالك. بس هتروح مني فين بيت يا صباح؟ يا اختي ما تتهدي بقى. حاضر حاضر انا جايه اهو. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا متولي. ده مؤاخذه اتاخرت عليكم. مش برضه تاخيره دي قطعه وانت الساده. ده لو كان بيفطر عند حاج ملزه وطاب وسايبنا احنا متلاحقين هنا. اصطبح منك له. بقول لك ايه يا شو انت وعكاشه لو عندكم كلمه لموها جوه بقكم وانا مش ناقص شيل الحديده فرد. حاضر اهو. ولا بندق هات لي واحد شاي كوشه. خليهم اتنين. ما شربتوش ليه قبل ما تيجوا؟ يعني ايه يا متولي؟ يعني احنا جايين نشتغل مش نشرب شاي. يلا هم انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صباحنا الصباح. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا حاج. يا اهلا يا حاج نورت. بصراحه بقى اللون ده خايل عليكي كانه معمول ليك انت بس. طب اقطع لي منه 5 تمتار بس بحبح ايدك شويه. شويه بس؟ قولي شويتين ثلاثه. انا ليه بركه اللي انتي؟ انا كمان ما برضاش حد يقطع لي القماش غيرك انت يا سي متولي. وانا ليه بركه اللي انتي؟ تسلم يا اخويا. حسين حسين. ايوه متولي. اطلع 5 متر من دول وبحبح ايدك من عيني. البنات والفلوس يا حاج. الواد سيد بعت لك الدمور والبفته؟ ما احنا شغالين منه من الصبح. هو اللي ناقصنا كام توب مشجر. طيب بعد ما تخلص يبقى خد مفتاح مخزن الحلميه وهات منه اللي لازم.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. امال فين سي متولي؟ واموري انا تحت امرك. الله، هو سي متولي مش موجود ولا ايه؟ حتى انت عايزه متولي؟ متولي في زبائن عايزينك. يا اهلا يا اهلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتفضلي. ما قلت لك ادع كاشه رايح نفسك، الظاهر بينا مش عاجبين. عايزين زيت وخل وشكاره رز وصابون غسيل المواعين. ايوه يا حاج، وصلت بسلامه؟ الف حمد لله على سلامتك. طب احنا عاوزين زيت زيت ازازتين زيت. ايوه، من اللي احنا بنجيبه. ما هو الواد متولي عارف، والله صل على النبي، وازازتين خل وشكاره رز وكمان يا بنت وصابون غسيل المواعين، وصابون هات لنا 10 حتت صابون لغسيل المواعين. عايزه حاجه ثانيه يا بنت مني؟ لا خلاص، بس قولي للحاج يقول متولي ما يعوقش، لحسن احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش اي حاجه. طب اتحطي. طيب يا حاج، متشكرين قوي، مع الف سلام. مع السلام. انا عايزه افهم، يعني هو الواد كان بيعوق قبل كده، ولا انت عاوزه تتهمي الجدع وخلاص؟ انا وانا اقدر اقول لمتولي تلت التلاته كام؟ ده كان حتى الحاج يزعل مني. اي والله يا بت، ده روحه فيه، ده بيعامله كانه ابنه، ما هو اللي مربيه. بقول لك يا ستي، مش تجدعني بقى وجيبي حته عيل الحاج عشان يفرح بيها. وبعدين معاك يا بت، انا مش قلت لك الف مره ما تجيبيش السيره دي تاني؟ وادي يا شوقي. ايوه يا حاج. خد هذه الطلبات دي من عند شيح البقال عشان توصلهم البيت، متولي هيتاخر النهارده. عناية يا حاج. بنت يا صباح، انت يا بنت يا هبه البرك. نعم يا ست زبيد. الله، ما انت سامعه الباب ما تروحي تفتحيه. ده تلاقي متولي جايب الحاجه. ما انا عارفه ان متولي جايب الحاجه، روحي يا اختي افتحي له زمان وشايل على قلبه. يلا روحي. الله، صباح الفل. امال فين متولي؟ وده وقته صباح؟ طب قولي صباح الخير الاول ودخلني بالحاجات التقيله عليا دي. صباح الخير، ادخل ادخل. عايز صبوح، احط الحاجات دي فين؟ هتطلعها فوق الاول يا الدلعادي، وبعدين اقول لك تحطها فين. بقول لك يا صباح، ما بلاش حكايه فوق دي وخلينا تحت شويه. هو ايه اصله ده؟ تكونش عايز ان انا اللي اطلعها وينهد حيلي؟ مش قصدي يا بنت صباح، سلامه حيلك يا جميل. انا قصدي يعني نقف حبه هنا تحت عشان اتكلم معاك شويه. اسم الله، نتكلم فيه بقى ان شاء الله. ما عنديش كلام اقوله لك، بعدين انا مش فاضيه، ورايا شغل. وبعدين الست تقول ايه؟ يلا يا اخويا فوت قدامي. طب اطلعي انت الاول عشان الحاجات تقيله عليا وانا همشي بشويش. ماشي يا صباح. على مهلك يا شاب. اهو يا ساتر، ده انا حيلي تهد. ما تشيل الحاجه يا بنت عن الجدع وتخلي المطبخ. وما يدخلهاش هو ليه؟ اشمعنى متولي؟ الجدع بيشيل قد كده مرتين وعمرنا ما سمعنا منه كلمه. يلا يا اخويا فوت قدامي. يلا ماشي يا صباح. لسانها زي الفرقله. على مهلك على مهلك. طب صعبيش، خدي منه. بقولك يا بنت صبوحه، قلقيش عنك لو اخذ حاجه ساقعه باللي بيها ريق اللي انت نشفتيه ده. انت لسه هتقعد وتتضايف؟ يا صباح، ايه المعامله زي الزفت دي؟ الله، ما تروق الانان يا جميل، اشمعنى متولي يعني؟ بقولك ايه، وريني ارض كتافك. يلا يا اخويا ورايا شغل مش فاضيه لك. يلا ماشي يا صباح. يلا ماشي. شوقي. نعم استهانم. خد دول يا شوقي. من يد من عدمها استهانم. بقول يعني استهانم يلزمش اياته خدمه تانيه؟ لا يا سيدي، متشكرين مع الف سلام. طب تبص على ايه؟ انت لسه هتقف تبص؟ يلا يا اخويا ورينا عرض كتافك مش فاضيين. بس وانت خارج بقى في باب السكه وراك. يا بنت صباح، ايه دم كتير ليه النهارده؟ قافله معايا ليه؟ الله، الحق علينا ان انا شفت الحاجه ودخلتها جوه زي ما قلتي. متشكرين يا اخويا، سعيكم مشكور. يلا يا اخويا ورينا عرض كتافك. يلا يا اخويا. ماشي يا صباح. ماشي يا صباح. ماشي. يلا ليكي يوم برضه. ماشي. ميلة بتقل دمك، انا عارفه الحاج بعت الراجل ده ليه. مشي اهو غار. وحياتك يا ستي،
تبقى تقولي للحاج ما يبعتش الرزل ده تاني، ده من ساعه ما دخل ما نزلش عينه من عليكي. نعم يا اختي ما نزلش عينه من عليا. طب ادخلي ادخلي يلا شوفي هنطبخ ايه. يلا ايه خير يا حاج؟ ماشي بقى النهارده كفايه كده، تعبان شويه. ايه الف سلامه، تحب اوصلك؟ لا مش الدرجات دي، الكم مشوار اللي عملتهم النهارده هدوا حيلي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه يا حاج. الف سلامه. مع السلامه يا حاج. الله يسلمك. مع الف سلامه يا حاج، في حفظ الله. شوف يا اخويا المحلطه بتاعت الواد. ما انت فاهم ايه يا ده، واكل عقله كله. يالا تعرف يالا، الواد متولي ده مش واكل عقل الحاج وبس، ده واكل عقل الحاج وعقل الست بتاعته وعقل البنت الشغاله البايصه اللي عندهم اللي اسمها صباح. طب تصدق بايه النهارده بقى الصبح وانا بوصل الحاجه البيت، ودنك احسن الواد حسين يسمعنا. وده جدع قفل. طلعت توصل الحاج لحد باب البيت. حاضر. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. مع الف الف سلامه. ما لزمكش اي حاجه للبيت؟ في امان الله. يا متولي. ايه؟ يعني الحاج مروح بدري النهارده؟ لا ده رايح يقابل واحد زبون. هو تعبان ولا حاجه؟ تعبان ده ايه؟ تف من بقك. الحاج زي الجمل، ربنا يخليه لينا، بس جمل ما بيبركش. نصلي على النبي يكسر. عليه الصلاه والسلام. اطلع انت يا صباح، نازله ورايا ليه؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك كلمتين. وبعدين معاك يا بنت الناس، انا مش هنخلص من الموال ده. انا خايف الحاج يا ست زبيده يفتكر انه في بيني وبينك حاجه كده ولا كده لا سمح الله. خاص عليك يا متولي، انت ليه كلامك معايا دايما واقف كده؟ انت فاكرني ايه؟ راميه جتتي عليك؟ لا لا سمح الله. انت مش نفسك تاخد اللي تستاهلها وتخليك عايش متهنية؟ يا بنت الناس سبق وقلتلك مية مرة انا راجل على باب الله ومش قد جواز. حرام عليك اللي بتعمله في ايديا متولي. هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ طب ده غيرك يتمنوا الرضا بس. لا اله الا الله، هو الجواز بالعافية؟ يا بنت الناس ابعدي عني وشوفي اللي يتمنوا رضاك. للدرجة دي كريه يا متولي؟ كل ده عشان بحبك تقوم تبهدلني البهدله دي كلها؟ طب ده المثل بيقول من ردك ريده ومن طلب بعدك زيده. اعمل لك ايه؟ ما انت مش عايزه تفهميني. بعدين كفايه عياط. طب هات منديلك عشان امسح عيني. اتفضلي. على العموم مع السلامه. بيني وبينك ربنا يا متولي يا ابن عيشه. طب هاتي المنديل. لا خلي معايا عشان لما اعيط امسح بيه دموعي، ولا مستخسر فيها حته المنديل كمان؟ لا يا ستي مش مستخسر، بس عمايلك دي هتخليني حرم اجي البيت ده تاني. تعالى هنا. انت ماشي من غير ما تقولي تصبحي على خير يا صبوحه؟ تصبحي على خير. اهو هو ده. انا نفسي افهم يا حاج، انت ليه بعت الواد اللي اسمه شوقي؟ ما بعتش متولي ليه؟ متولي كان بيجيب بضاعه، ليه حصل حاجه؟ انا بصراحه ربنا ما بستريحش للواد اللي اسمه شوقي ده. هو واد رخم ودمه تقيل لكن غلبان. غلبان؟ والغلبان ده بقى مش كده يبقى عينه من كسره ويطاطي في الارض ما يقعدش يبحلق للستات اللي قدامه؟ قولي لي عمل ايه وانا اقطع لك دبره ودبر اللي خلفوه. البت صباح بتشتكي منه، بتقول انه كان بيعاكسها بكلام مش كويس كده. معقول يعمل كده ببيتي؟ اهو ده اللي حصل. دي كانت هتتخانق معاه حته الدين خناقه لولا انها خافت من الفضايح. اي أيوة والله. لا حول ولا قوه الا بالله، الكلب ده متجوز وعنده كم عيال على راي المثل، الا وعامل قناطه. سبحان الله، مع ان متولي مش متجوز انما والله عمره ما قام عينه فيا الا يكلمني كده يا حاج وهو عينه في الارض. اي أيوة والله محترم. ده البنت صباح عندنا بقى لها يجي سنين اهي، عمرها ما اشتكت منه ابدا. ما انا ما اقدرش ابعتلك متولي كل يوم يقضي لكم الحاجه وهو شايل محل على دماغه. ما انا كمان يا حاج اخاف من المشاكل، البنت صباح بنت بنوت وولاد الحرام كتير. خلاص اطمني، الواد شوقي مش هيعتب البيت ده تاني، جاته داهيه في سحنته. ايوه كده. الله
تصبح على خير يا شلبي. وانت من اهله، بقول لك ايه، ابقى اتغطى كويس، مش كل شويه تقع من على السرير وتتهبد. بس يا رب كل حلم ينتهي على خير. ايه يا بنت اللي جابك؟ العواف يا خالتي. يا عافيك يا عين خالتك، تو ما افتكرت يا بنت ان ليكي خاله. تلاقيكي جايه في مصلحه، ما انا عارفاكي بالرويه زي امك. هو انت كل ما تشوفيني سمعيني الموشح ده، انا اصلي كل ما اقرب لبيتك الاقيكي عامله زار، تقوم جدتي تتلبش اروح راجعه تاني. دستور دستور. اه ياني لو تيجي يا بنت وتحضر الحضره اللي انا بعملها وتنزلي دقه الست ميمونه، ساعتها العكوسات بتاعتك كلها تروح وتبقي كده فل الفل. وتاني يوم تاني يوم ده ايه، في نفس اليوم تلاقيه جالك يجري راقع تحت رجليكي، قالك شبيكي لبيكي عبدك وملك ايديكي. يا ريت يا خالتي، يا ريت يا ريت يا ريت. ده ايه؟ ثم تعالي هنا بقى يا بيت، ما انتش عارفه الجرجريل اللي اسمها زبيده دي لحد هنا؟ والست زبيده هتيجي هنا تعمل ايه؟ دي ست متهنيه 24 قراط، يا ريت بس اوصل لربع اللي هي فيه. تقدري تقدري يا بيت. شككيها شككيها ان جوزها بيبص لواحدة تانية، ساعتها الغيرة تقيد فيها نار تشعلل كده، لما تشعلل قولي لها دواكي عندي، عندي خالتي جواهر. ده انا لو حلفت لها على المية تجمد، مش ممكن تصدق، مش ممكن تصدق ابدا ان الحاج ممكن يبص لغيرها. بقولك ايه، خليكي في بلوتش، انا جبتلك اللي قلتلي عليه. هو انا كنت قلتلك على ايه يا بيت؟ تعالي نشرب قهوة بيضة. تعالي يوه يا خالتي، هون عيلة صغيرة عشان اشرب مية بسكر؟ دستور دستور، اعفو عنها، جهلة وغشيمة وما تعرفش. يا بنت دي القهوة المزاج العالي بتاعت لسياد، حاجة كده بيضة مية بسكر، وبعدين هتغلطي ما يخرجوكيش من هنا سليمة. يا لهوي يا لهوي، دستور دستور، بقولك ايه، انت هتوقع بيني وبين لسياد؟ لا بقولك ايه، انا جبتلك ايه، قطره منديل بحاله. شوفي شغلك بقى. انت قلتي لي ام اسمها ايه؟ امه. قلة الادب دي، انت بياع ولا مبصبصات؟ انت فاكرني ايه؟ جرى يا ست، انا جيت جنبك ولا لمستك؟ وتلمسني بتاعي اما ايه الحياه صحيح؟ خلاص يا ستي هاني، محقك علينا، هو ما يقصدش، بس هو هزاره تقيل حبتين. ويهزر معايا ليه وانا اعرفه ولا يعرفني؟ طب اهدي بس كده. اهدي، حصل خير؟ وانا تحت امرك، طلباتك ايه؟ مش عايزه حاجه، والمحل ده انا مش هعتبه تاني، عن اذنك يا استاذ. عجبك كده بقى؟ دي طريقه معامله زباين؟ خلاص بقى يا متولي، لم الموضوع، شوقي ما غلطش، وبعدين لمؤاخذه يعني وبصريح العباره، البت هي اللي بتتلكك على شوقي. ليه؟ حد ضربها على ايدها؟ البيع والشراء لاصول. ايوه، وانت بقى اللي هتعلمني الاصول دي يا سي متولي، مش كده؟ ايوه، انا اللي مسؤول عن المحل ده ويهمني سمعته. سيبه المره دي يا متولي، هو عارف غلطه. يسيبني ده يا حسين؟ ثم انت اش حشرك انت؟ انت مالك انت؟ الله، هو كان يا ابني يقدر يعمل لي حاجه؟ الله، انتوا ناسين ناسين مين متولي ده؟ كمانه يعني بيتحمى في صاحب المحل وشغل له خدامه ومراته؟ طب وربنا بعصي، وربنا بعصي، امشي بعصي، وربنا بعصي. اوعى اوعى، ايه المسخره اللي بتحصل دي؟ تعالى يا حاج شوف الصبر بتاعك عاملين لنا، متفرج علينا ليه بقى؟ في ايه يا متولي؟ خلاص خلاص يا حاج، هما بس شدوا مع بعض في الكلام شويه وبعدين خلاص. في ايه يا شاوي؟ ابدا، هو غلس مع زبونه فاضطر صوتها يعلى يعني. يا سلام يا اخوي، ما انت عملت غلس مع كل الناس اللي بتخش المحل، ولا هو حلو ليك انت ولينا احنا وحش يا حاج؟ طب اتفضل يا حبيبي، خد حسابك ورينا عرض كتافك. ايه ده؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني مالكش شغل عندي. حقك عليا يا حاج، حقك عليا. معلش سامح المره دي عشان خاطري. لا وراكم لحم. لا 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 يا متولي، اللي قال لي هذا مالوش شغل عندي هنا. بس هو حاسس بغلط يا حاج، مش انت غلطان؟ اعتذر يا حاج. انا ايدك يا ابو سعد، انا غلطان لك يا حاج، انا غلطان لكم كلكم رجال. حقك على متولي، حقك على اخوي، حقك على حاج النبي. عشان خاطر متولي بس المره دي، لكن بعد كده مش هعتقك، انا عارفان منك لحد هنا. اتفضلوا روحوا شوف شغلكم، كل واحد يروح يشوف شغله. اتفضلوا. تعال يا عم تولى، انا عايزك. مش قلت لك الحاج هيجي في صفه؟ ما صدقتنيش، اشرب. طيب يا متولي، طيب يا متولي يا سعيد، انا وانت والزمن طويل، ان ما شفيت غليلي منك ما بقاش شوي. انت ما تعرفش يا شلبي انا بتعب في الشغل عند الحاج سلامه قد ايه. لو انت مش بتاخد اجرتك
وجراتي هتعمل ايه في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده؟ العيشة كل يوم بتولع اكتر واكتر. ما هو الحال ده على الكل يا صاحبي، المهم انك تقولي الحمد لله وتبوس ايدك وش وضهر. ما قلناش حاجة، بس الواحد لازم يبص لقدام. انا مش فاهم انت بترمل ايه. قولي يا شلبي، الناس الاغنياء بقوا اغنياء ازاي؟ يا اخويا قولي انت ازاي يا صاحبي. دي ارادة ربنا، وهو اللي بيوزع الارزاق، واحنا كل اللي علينا اننا نحمده ونشكر فضله، وان شكرتم لازيدنكم. الف حمد والف شكر، بس ارادة ربنا دي بيعملها سبب. عمرك سمعت عن واحد فقير بات صاحي الصبح لقى الفلوس بتكوم على السرير؟ يا صاحبي الناس بتشقى وبتجتهد، وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه. وقال على رأي المثل، اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. يا شرب، ما حدش جري جري الوحوش قدي، ولا بيتعب في الشغل قدي، وفي النهاية بحصل ايه يعني؟ كان في سكك تانية نهايتها فل ونغنغة. اعوذ بالله، لا انت قصدك ايه؟ لا لا، مش اللي في بالك يا صاحبي. حد الله ما بيني وبين الحرام، لا انا اقصد الحلال. مش فاهم يعني. افرض يعني لو ربنا رزقك بواحده غنيه متريشه معاها قرشين، انت مثلا لو كنت اتجوزت واحده غنيه كان هيبقى ده حالك؟ ما هو اللي ياكل بلاش ما بيشبعش يا متولي. وبعدين انا الحمد لله راضي باسمتي ونصيبي، والست الغنيه اللي انت بتقول عليها دي لو كنت اتجوزتها مش جايز كانت نكدت عليا وزلتني بفلوسها. وليه ما كانتش تهنيك وتسعدك؟ ده انت غريب يا شلبي. طب هنروح بعيد ليه؟ عندك الست زبيده مرات الحاج سلامه، ساعه ما اتجوزها ما كانش حالته حاجه، هي اللي كان معاها كل الفلوس، وبفلوسها بس بقى الحاج سلامه اكبر تاجر قماش في السوق. ايه ده؟ لو انت هتعمل راسك براس الحاج؟ لا، ده الحاج سلامه طول عمره مخه كبير قوي، قدر يشغل فلوس مراته ويزودها الطاقة عشرة، ما عملش زي الرجالة ولاد الحرام إياهم وقعد يبعزق في فلوسها يمين وشمال. لأ، عمل لنفسه زبون وربى اسم وصير، والكل بيحلف واتحكى بيه. بالك أنت لو ربنا رزقني بواحدة زي الست زبيدة دي، شوف أخوك هيعمل إيه ساعتها بقى. لا تقول للحاج سلامة ولا الحاج عبد الظاهر الفيومي. أنت فاكر الزبائن اللي بيجوا المحل دول بيجوا عشان خاطر عيون الحاج سلامة؟ لا، بيجوا عشان خاطر أخوك. كل دول هيبقوا زبايني، خصوصا صنف النسوان. خلاص يا اخويا شد حيلك، وقع علينا واحده متريشه من اياهم. انت تصدق بايه؟ لا اله الا الله. حاصل؟ يعني ما قلت ليش؟ الكلام ده كان من سنه. البنت كانت ميته فيا ومصره، واتفقنا على كل حاجه في الجواز. جم اهلها قالوا لها ايه ده؟ هتتجوزي بياع في محل لا عنده فلوس ولا مستقبل؟ شفت بقى ان الحكايه مش سهله زي ما انت عارف. ولا رأي المثل، ادي مالك للي عنده مال، وادي ولدك للي عنده ولاد. ما انا عارف الكلام ده، انت فاكر نهبل؟ خلاص يا اخويا بقى، خدها من قصيرها وشوف واحده من توبك. وقال على رأي المثل، على قد لحافك مد رجليك. بس انا رجلي طويله قوي يا شلبي، يعني عايز الحاف كبير كبير قوي. تصبح على خير يا شلبي. وانت من اهلي، خد بالك لا تقع من على السرير. يا متولي يا متولي، اصحى يا متولي، اصحى يا متولي. ايه؟ اصحى. ايه في ايه؟ ناس عايزينك على التليفون. على التليفون؟ هي الساعه كام؟ انت لسه هتسال؟ معاك يا حاج. يا عم ايه؟ صحيت. صباح الخير. الو، مين؟ اهلا. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح النور. ايه؟ ما بتسأليش ليه؟ لا ابدا. طيب امتى وفين؟ متولي، انا امبارح بالليل جسيت النبض تاني مع اهلي، ولقيتهم ان هم مستعدين يوافقوا على جوازنا. معقول اهلك وافقوا انك تتجوزي واحد زيي؟ لا، ما انت ما تعرفش انا عملت ايه. انا هددتهم اني هموت نفسي، ووريتهم ازازه السم اللي انا كنت شايلها معايا. عمي قال خلاص المهم ان يرفع قيمتك في وسط الناس. يعني ايه؟ مش فاهم. هو انا ماليش قيمه؟ لا يا حبيبي، يا حبيبي الدنيا مظاهر. بص انا قلت لهم اني مستعده اشتري لك محل،
يعني مش هتبقى بياع؟ اكيد انا بحلم. اقرصيني عشان اعرف انا صاحي ولا نايم. يا حبيبي انا مش قلت لك اني مش هقدر استغنى عنك ابدا. بص من بكره تنزل تدور لك على اي محل وتشوف انت عايز تتاجر فيه. انا ماليش غير تجاره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. هوب اطلع على السلم. يافطه تقيله. حمل على الباب، حمل على الباب. ايوه ارفع من اليمين شويه كده يا متولي. كده يا راجل يا دون. ايه في ايه يا صباح؟ لزوم ايه التكرمه دي؟ يعني مش عارف في ايه. هي دي اخرتها يا متولي، تخلى بيها وتروح تتجوز واحده غيري. ولا كان في بيني وبينك ايه؟ انا كنت عشمتك بحاجه وجريك ورايا ده كان عشان ايه؟ انا كنت بجري وراك، انت لازم كنت بتحلمي. انت جايه ترمي بلاويكي عليا؟ انا يا راجل يا ناقص. يا بنت الناس انا قلت لك 100 مره قبل كده انا ما انفعكيش. فقير يتجوز فقيره هيخلفوا شحاتين. انت زيي، انت عايزه اللي يشدك من الفقر اللي انت غرقانه فيه ويرفعك لفوق، يعيشك في العز والنعيم والقباء، وتبقي ست هانم مش عدم المؤاخذه خدامه. صدقيني الكلام اللي بقوله لك ده عشان مصلحتك. على قد ما كلامك شديد وقاسي، لكن محدش يقدر يقول انه غلط يا متولي. خلاص حطيه حلقه في ودانك وشوفي حالك. معك حق. لا 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 مش متوسطنا كده، وسطنها كويس. من يمين شويه، خدها يمين شويه. لا زودتها، ارجع شمال شويه. لا حاسب طوع لحسن يبقى فال وحش. تاني يا متولي. لا لازم اغطي نفسي كويس بعد كده. بنت يا صباح، بنت يا بنت، بتفتحي المتولي يا بنت؟ الله حاضر، رايحه اهو وانا هقطع نفسي. كل ده من السماء؟ ايه مش تقول صباح الخير الاول؟ خير؟ انت يجي من وراكي خير ابدا؟ دايما ظالمني كده يا متولي. ده مفيش حد في الدنيا يتمنى لك الخير قدي. عايزه مني ايه تاني؟ عايزه مني ايه تاني؟ انت حتى مش سايباني في منامي وكاتمه على انفاسي. بالذمه؟ اه حتى ما قدرتش اتهنى في الحلم. بركاتك يا خالتي. بتقولي ايه يا بت؟ دلوقتي تهدى وتروق ونبقى سمنا على العسل. انا وانت نبقى عسل. مش عارف اقول لك ايه عشان تفهميني. جواز ومش هتجوز، هو الجواز بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بالمفهوميه يا سي متولي. هي كلها طلعت شمس، وهتيجي حد عندي تطلب من نفسك وتترجاني، وساعتها بقى هبقى افكر كده. طيب مال انت ليه يا واد مش عايز تتجوز لحد دلوقت؟ مع انك بتعرف ربنا كويس، ليه مش عايز تكمل نص دينك؟ انت عندك كام سنه دلوقت؟ انا داخل في 36. لا كتير قوي، اللي زيك متجوزين وعيالهم ماشيين جنبهم. ولا انت يعني لا سمح الله في حاجه؟ حاجه ايه يا حاج؟ حاجه يعني تمنعك من الجواز؟ أعوذ بالله يا حاج، لا أنا صاغ سليم. لا مفيش حاجة من اللي في دماغ حضرتك دي. أمال ممانع ليه لحد دلوقت؟ أنا مش ممانع، أنا نفسي أتجوز النهاردة قبل بكرة. محدش محتاج الجواز قد ده يا حاج. ما أنت عارف أنا عايش وحداني ومتلطم. ما إحنا بنقول الكلام ده. أيوة بس مش الأول ألاقي اللي توافقني يا حاج. على العموم اختار أنت العروسة اللي تناسبك ومالكش دعوة بالباقي. ربنا يخليك ليا يا حاج. أنا عايز لك زوجة تصونك، أنا بخاف عليك يا واد.
ادي انت شايف زبائننا هنا في المحل كلهم صنف الحريم، فيهم اللي عينيهم زيغة وفيهم اللي عينيها تندب فيها رصاص. شفتني من يوم ما كنت هنا في المحل رفعت عيني في وش واحدة ست، الحمد لله ربنا يكفينا شرهم. انت يا حاج ربنا يكفيك شر اي حاجة وحشة. ده انت معاك ست زبيدة، تعرف ست زبيدة دي ايه؟ دي ست الستات. خلاص اختار لك واحدة تملى عينيك وتحفظك من الحرام. بإذن الله يا حاج انا خلاص هفكر في كلامك. انت لسه هتفكر يا ابني، الايام بتجري ويوم ورا يوم ورا يوم، هتلاقي نفسك كبرت خلاص. اذا كنت واثق فيا سيبني انا اختار لك عروسه بمعرفتي، وان شاء الله هتعجبك وهتبقى راضي عنها. لا اكراها في الدين ولا اكراها في الجواز. ربنا يقدم لي في الخير. عن اذنك يا حاج. على السلامه. ربنا يهديك يا متولي. انما اقول يا متولي انت بتقعد يا اخويا تتودود مع الحاج واحنا بنتغدى، بتقولوا ايه ده كله؟ وانت عايز تعرف ليه عكاشه؟ ما تخليك في حالك احسن. بصراحه ادي عكاشه، انا سمعت الحاج جايب له سيره الجواز كذا مره. حقيقي انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه يا متولي؟ وبعدين معاك انت وهو. هو الحاج جايب لك عروسه؟ ليه؟ انا عايز يجوزوا البنت الصباح اللي بتشتغل عندهم، بصراحه لايقه عليه قوي. انا مش فاهم هو الحاج واخدك في عيبه كده ليه؟ ما احنا صبيان وزينا زيك، كمان عاوز يجوزك بمعرفته. ما تفضلها سيرة انت وهو. خلاص يا فرج جاهز يا ريس. يلا اخويا، يلا اخويا انت وهو، يلا الفراخ نامت، يلا عشان تيجوا تشغلوكوا بدري. ولا يهمك يا عكاشة، انا موطط له حته موز هيطلع من نفوخه. هتعمل ايه يعني؟ فاكر ياد البت اللي بتيجي المحل وما بترضاش حد يبقى لها غيره؟ يا عم افتكر مين ولا مين؟ البنات اللي بيجيله كتير. ياد البت الحلوه المايسه دي ومشاعر اصفر وعيون زرقاء. ايوه افتكرتها. مالها دي؟ اهو كل يوم على الحال ده، اقعد اعيد وازيد معاه في الكلام مفيش فايده. الواد زي ما يكون هايب الجواز. يمكن يا حاج بيحب واحده ومش قادر يتجوز. لا من ناحيه دي اطمني، ده انا لساني غلب معاه. على العموم انا مستعد اكفل بالجوازه دي لغايه ما يدخل على عروسته. الحاج هو الجواز كله مصاريف؟ لا، المفروض ان هو كده يبقى هيبه وقيمه وسيمه عشان يملى عين عروسته واهلها. وانا يعني لما اتجوزتك كان ليا ايه ما زبيده؟ ده انا كنت حيالله لا رحت ولا جيت. ايوه يا حاج، بس الحب بقى، الحب يا حاج ما بيفرقش بين غني وفقير ولا نسيت. انسى انسى ازاي بس؟ ما انا لسه غرقان في الحب. هو في حد في الدنيا اتهنى زي يا زبدتي؟ بس الواد متولي ده في سر مخبي عليا. هيكون سر ايه بس يا حاج؟ سر مش قادر يفتحني فيه او يفتحه قدامي. والله انا خايفه لا يكون لايف على واحده متجوزه يا اخويا، وعشان كده مش عاوز يتجوز. لا يا زبيده، الواد متولي مش بالصنف ده، عمر ما حد شافه مع واحده ست. الواد مراعي ربنا كويس. مش انا دايما اقول لك يا حاج انه غير اللي عندك كلهم، وخصوصا الواد المعفن اللي اسمه شوقي ده. يا ساتر على تقل دمه ورزلته. الواد ده لو ما كانش عندكم عيال انا كنت كرشته. اي أيوة والله يا حاج عندك حق، ده رزل. دستور عملت له كل الوسطين عليه، دلقت له الميه وشبشبت له، مفيش فايده. على راي اللي قال اللي ما يجي وباله مشروع طريق السلامه من هنا ويروح. يا بنتي يا عبيطه، هو بس اللي نجمه تقيل ما بيقعش بسهوله. يا مصيبتي، ما ده هي ليكون واحدة من تحت بطن الأرض عشقاه. دستور حبس حابس. ده إيه البخت ده؟ ما لقيتش غيره من دون الرجالة. ولا همك ولا همك يا بنت أختي، هديكي حاجة تحطها له في الأكل تنزل طوالي على معدته، ساعتها بقى ولا الجن الأزرق يبعدك عن قلبه يا بنت. حقيقي يا خالتي؟ إلا حقيقي، ساعتها هتقولي خالتي خدمتني بحقه حقيقي. ان شاء الله يتمر فيكي يا بنت اختي. بقى يا بيت مش عارفه توقعي بين الحاج ومراته؟ قطيعه. وحياه النبي، يعني انت شايف انهم ما قدروش يميلوا دماغ الحاج بكلامهم؟ يميلوا دماغه ازاي؟ ده الحاج بسم الله ما شاء الله كان قاعد زي الجبل، ما حدش فيهم قدر يتعتعوا عن اللي في دماغه يمين او شمال. وكتاب الله. بس مش هيسكتوا يا متولي، بدام جابوا السيره دي هيفضلوا يزنوا على ودان،
وانت عارف بقى الزن على الودان امر من السحر. ست الكل انت ما تشليش هم حاجه من دي ابدا، ده الحج ربنا يديله طول العمر ويبارك له، شايلك جوه عينيه. وعلى رايه هو يعني، هو بيقول على المؤاخذه اللي يفتح قلبه يلاقيكي قاعده مستربعه فيه. وحياه النبي هو قال كده؟ قالها لي اكتر من مره وبالفم المليان. لا لا دي عايزه قاعده بقى. لكن قول لي هو قالها لك يعني بمناسبه ايه؟ لا هو من غير مناسبه يعني، اوقات الحج يحب يفتح لي قلبه. ايوه يا اخويا، ولقيتني قاعده متربعه فيه. يا سلام، ده انت قاعده براحه راحه راحه راحتك ومش سايبه مكان لاي حد تاني. لا بقى ده انا لازم احللك بقك، انا عندي رز بالزبيب والموارد، انما ايه يستاهل بقك. هجيب لك طبق. لا لا تسلم ايدك، معلش انا كمان اتاخرت. لا اقعد كل الرز بلبن وبعدين بقى اروح شغلك. بيت يا صباح. صباح بيت يا صباح. انت يا بنت الدنيا. ايوه بنت طرشت ما انت سامعاني. ايه هاتي طبق رز لمتولي وتعالي بسرعه. يلا حاضر. اتفضل يا سيمي تولي. متشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عامل. ما تكمل، يمكن الرز بلبن مش عاجبه. لا لا ابدا، انا ما دقتش الازم منه. خلاص كمله، ولا عايز الست زبيده تزعل؟ لا بس اصل انا النهارده فطرت جامد. طيب شيل الطبق يا صباح. حاضر. استاذن. استنى يا متولي، خد. ايه ده؟ لا 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 اعفيني يا استاذن. لا امسك. لا 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 استغفر الله العظيم، ده انت خيرك مغرقني يعني. يوه يا جدع ما تكسفنيش. معاش اللي يكسفك، بس معلش اعفيني يعني، خلي اللي بينا وبين بعض المعروف. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي جدع ابن حلال. ولي ولي. ايه انت كنت حاطه ايه في الرز بلبن؟ ايه عجبك يعني؟ طعمه متغير شوية. ايوه كده يا خالتي، هو ده الشغل. مالك يا متولي؟ حاسس ان مصريني هتفرتك. في ايه يا متولي؟ تعبان قوي يا حاج. تعبان تعبان ازاي؟ معدتي. كلت ايه؟ ده بيصلبط يا حاج، تلاقيه بس ورانا مؤاخذة معاد مهم ولا حاجة وعايز يزود. الكتم انت خالص. عشان عجب لك دكتور؟ ربنا يخليك يا حاج، انا بستأذنك بس اروح ارتاح في البيت. خد يا فرج مع غات البيت. حاضر يا حاج. سلامتك. بقى اسمعي يا خالتي، انا عملت بشورتك المهببه دي، الجدع كان هيروح في شربه ميه وانا كنت هروح في 60 داهيه. ليه يا عين خالتك؟ ايه اللي حصل؟ عملت اللي قلتيلي عليه، رشيت الازاز على طبق رز بلبن، يا دوبك الجدع كان معلقتين من هنا ومصارينه تقطعت من هنا، وقعد رقد في البيت 4 ايام بين الحياه والموت. أحيه يا بنت، انت حطيتي له كل الازازه؟ مش دي شرطك يا خالتي؟ دستور دستور يا سيادي، دستور دستور. سامحوها 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 يا بنت يا بنت، ده انا قلت لك نقطتين اتنين. معقوله كده تضيعي الجدع في شربه ميه؟ كان زمانك روحتي كلابوش. اهو شرب الازازه كلها وما جابتش نتيجه. يبقى مية مية زي ما قلتلك قبل كده، مخاوي واحدة من تحت الأرض وهي اللي واقفة بيننا وبينه. وإيه العمل؟ العمل هي خالتك هتضعف قدامه؟ معقول؟ أنا بقى هشوف شغل الإنس ولا شغل الجن. دي شغلتي. أسره إيه المفيد؟ شغلي مخك يعني. هو أنت مالكيش مخ؟ بقى جايه دلوقتي تقولي لي انت ما عندكيش مخ؟
هو انا يا بنت اللي هتجوزه ولا انت اللي هتتجوزيه؟ حق بطلوده وسمعوده جاي دلوقتي تقولي انت هتتجوزيه ولا مين اللي هيتجوزه؟ بقول لك ايه، امال انا جايه لك ليه؟ عشقاكي ولا جايه اخد منك فلوس؟ منين يا حسره؟ ملا نيله ان كان على حتتين الصيغه اعدامك بدري دول فالسو. اطمني يا خالتي انا مش جايه اخد منك فلوس، انا كل اللي عايزاه منك تجوزيني متولي. اقول لك تاني ولا احلف لك بايه عشان تصدقيني؟ حابس حابس بس يا بنت ولا تتكلمي ولا كلمه، يا ما نفسي اشوفك متستته ببيت العدل مع اللي يهنيكي بصحيح، وساعتها بقى تديني حلاوتي السنسله دي والغوشتين اللي في ايدك. تعالي قربي عليا، قربي قربي، هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك. فين القطه اللي عصرتيها بيت يا صباح؟ بيت انت مسمعاني؟ نعم يا ست زبيدة. بقول لك فين القوطة اللي انت عصرتيها؟ يا اختي البت مالها مبلمة كده؟ مالك يا بت فيها اتكلمي؟ هتكلم اقول ايه؟ مش قادرة يا ست زبيدة مش قادرة. مالك يا بت؟ انت عيانة؟ لا في ايه؟ انت مخبية عني حاجة ومش عايزة تقوليها لي. خايفة خايفة يا ست زبيدة خايفة. خايفة؟ خايفة ما يتكلم يا بيت؟ خايفة خايفة تجيب الحق عليا وما تنصفنيش. أنا مش فاهمة حاجة. ما هو المقصود الحج بيحبه وانت كمان ما يهونش عليك تزعليه. يا اختي كبرت عيلتك إن شاء الله يا رب. يا بيت انطقي، هو مين ده؟ متولي. متولي؟ ايه اتخانقتي معاه؟ يا ريت، ده اكتر من كده. فقعك علقه اكتر اكتر. بيت قولي ايه اللي حصل وخلصيني بقى. ابوس ايدك ابوس ايدك يا ست زبيده، استري عليا استري عليا يا ست زبيده. يا مسبتي استر عليكي استر عليكي يا بيت. حصل ده ازاي؟ لف ودار عليا اسم الله على مقامك زي التعبان لحد ما لقيت نفسي واقعه في ده بجيبه، وبعدين عشمني بالجواز لحد ما سلمته نفسي. يا مصيبتي يا مصيبتي. وبعد كده البعيد طلع ندل ندل. بتولي؟ ايوه. بتولي يعمل كده؟ ايوه. لا لا انا ما صدقش ابدا، بتولي لا يمكن يعمل كده. ده الحاج بأمنه على شغله وعلى ماله وعلى بيته وعلى كل حاجه، احنا عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه. بيت انت كدابه. حرام عليك يا ستي ما تظلمينيش، انا كنت عارفه انك مش هتصدقيني. ما هو الغلبانه اللي زي ما لهاش قيمه ولا اعتبار، لكن خلاص ما دام مش مصدقاني هاتي هنا قدامك ووجهيه مش ممكن ينكر ابدا. اتنين على عينك اتنين على عينك وانا هشوف الموضوع ده واعرف ايه قرار. اتنيلي اتكتمي بقى اخرسي خالص بطلي وقت. تكي تعالي هنا قولي كنتوا بتتقابلوا فين؟ لا يا ستي لا بلاش بلاش لحسن تزعلي. ازعل؟ ده انا همرمط بيك الارض لو ما قلتيلي بتتقابلوا فين. انطقي. هنا في البيت. يا مسكتي في بيتنا، بيت الحج سلامة، بيت الشرف والكرامة. مليالي كنت هقابله فين؟ ما انت عارفة يا ستي ان انا مقطوع من شجرة. يا خرابي يا خرابي لو الحج عرف ده هيطين عيشتك انت وهو في ساعة واحدة. لكن قولي يا بيت كنتوا بتتقابلوا فين هنا يا بيت؟ ما تزود حتة حتة بس. قولي حتتين قولي ثلاثة، أنا مستعد أطالب من لحمي مش من التوب. الله يجازيك يا سيمة ولي، أنا مش عارفة أنت بتجيبي الكلام الحلو ده كله منين. الكلام الحلو ما بيطلعش غير للزباين الحلوة. بقولك إيه، إيه رأيك في اللون ده؟ أقطعلك منه 5 متر؟ قطع يا أخويا قطع. طب اسمعي، أنا عايزك تعدي علينا بعد أسبوعين، جايلنا بضاعة إنما إيه للناس الغاليين اللي زيك. أيوه
ايه اللي حصل؟ تيجي دلوقتي حالا يا حاج. جرى ايه يا حاج؟ الموضوع اللي انا عايزاك فيه ما ينفعش الكلام فيه في التليفون. طيب 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 انا جاي على طول. تولي خد بالك انا وصل لحد البيت وجاي على طول. خير؟ في حاجة يا حاج؟ معقول اللي بتقوليه ده يا زبيدة؟ معقول؟ أنا مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. لكن ليه ما صدقش ليه؟ كل شيء جايز، مش بيقولوا كل واحد وليه الشيطان؟ هنعمل إيه دلوقتي يا حاج في المصيبة المسيحة دي؟ البت غلبانة، لا هتعرف لا تروح ولا تيجي، ولا ليها لا أهل ولا سند ينجدوه؟ حتى لو ما كانش لها أهل ولا سند، ده عرض بنت لازم يتصلح. وبعدين يا حاج؟ هنتصرف ازاي؟ انا مش مصدق، مش مصدق اللي لقيت البت دي. واحنا كنا فين؟ كنا هنا في البيت. احنا كنا ايه؟ قراطيس. والله يا حاج انا محتاره زيك بالظبط. انما ارجع واقول البت حلفت لي الف يمين، وهي اشمعنى ده يعني اللي هتتبلى عليه؟ وبعدين عارفه كويس قوي ان احنا بنحبه وروحنا فيه، يعني هتخاف منك ومني؟ وبعدين البت ياما قالتها لي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خيرا نعمل شر النقلة كده برضه يا متولي، كده برضه يا متولي. الناس لو عرفت كده هتقول على بيتي ايه؟ بيت المسخرة وقلة الحياة. والبت دي ازاي تفرط في نفسها بالشكل ده؟ عشمها بالجواز يا حاج، عشمها بالجواز، وانت عارف العايز اهبل. طيب ده ابعت اجيب الواد، لو طلع مظلوم هصغر انا في نظره، ولا انت ايه رأيك؟ والله يا حاج انا محتارة زيك بالظبط. الواد معاشينا بقاله سنين، عمرنا ما شفنا منه حاجه وحشه ولا شفنا العيب. انت عارف لو كان الواد اللي اسمه شوقي كنت قلت اه يعملها، واد كده قليل الحياه وعينه زايغه. الواد ده لو ما كانش عندكم لحم كنت طردت طرده الكلاب. طب ايه رايك يا سبيده؟ ابعت اجيب متولي يكتب على البنت ولم الموضوع. بس انا خايفه يا حاج، خايفه لحسن الواد يطلع مظلوم، وبعدين نعمل ايه ساعتها بقى؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ دبارين النبي، ما انا عارفه يا حاج. ولا اقول لك انا هتصرف. بيت يا صباح، بيت يا صباح. نعم يا ست زبيدة. ايه يا اختي؟ احنا هنفضل كده ليل ونهار قاعدين مفيش ورانا طبيخ؟ هو انت قلتي للحاج؟ طبعا قلت له، امال هخبي عليه حاجه زي دي؟ وهو رايه ايه؟ رايه يا ريتني ما جبت له سيره يا اختي. ليه؟ هو قال ايه؟ قال يا اختي ده انا يا دوب حكيت له الحكايه وهو وشه جاب متلون، وراح كده ضربينه كلها طلعت بره واحده على متولي. لا عليكم انتوا الاثنين يا اختي، وراسه الف سبه الا يطردك من البيت ويطرده هو كمان من الشغل.
ما انت عارفة الحاج ما يحبش المسخرة ولا قلة الأدب. قعدت اهدي فيه واقول له استهدى بس يا حاج، طلع فيا زي البروده وقال لي ازاي اقعد واحده فجره زي دي في قلب بيتي، ازاي اامن على بيتي لواحد فجر زي اللي اسمه متولي. وبعدين يا ست زبيده؟ وبعدين قعدت اجيله من هنا ايه لغايه يعني ما قدرت اهديه شويه. في الاخر قال لي طب خلاص انا عشان ما اظلمش الواد هجيبه قدامي ويحلف على مصحف انه كل اللي انت قلتيه ده ما حصلش منه حاجه. يحلف ده ايه؟ هو الحاج مش مصدقني ولا ايه؟ الله، امال انت عايزه ايه يا بيت؟ ما هو محتار يصدقني فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خير يا حاج؟ لا ابدا، الست مراتي كانت مصممة تطرد البيت صباح من البيت. تطردها؟ يبقى أكيد عملت حاجة غلط. الست زبيدة ما عجبهاش حل المال. معاك حق، يظهر البيت دي عاملة كبيرة قوي لدرجة إن مراتي مش طايقة تشوف خلقتها في البيت. بس أنا بقول هتروح فين؟ تروح عند خالتها حاجة. الولية جواهر الكدية الزر المجنونة دي مش هتستحملها. كان المفروض البيت دي تراعي حرمة البيت اللي هي عايشة فيه، وعلى رأي المثل بير بتشرب منه ما تحدفش فيه طوبة. كلامك مظبوط يا حاج، بس عدم المؤاخذة انت معرفتش هي عملت ايه؟ ما هو لو اعرف كنت ارتحت. الظهر البت دي عملت عاملة كبيرة، انت ايه رأيك فيها؟ من ناحية ايه يا حاج؟ كلها كده على بعضها. والله انت ادرى مني بيها يا حاج. انا متهيألي البت دي يعني يكون حد ابن حرام ضحك عليها. ما تفتكرش ليه؟ أكيد هتعمل حسابك يا حاج، أكيد هتعمل حسابك. لا أنا اللي فكرت فيه إنها يعني تكون مدت إيديها على حاجة في البيت، والست زبيدة ربنا يبارك لها ما رضيتش تفضحها. أنت شايف كده؟ أيوة يا حاج. طب روح بقى عامل لي فنجان قهوة أحسن دماغي اتخرمت النهاردة. من عناية يا حاج. الواد ده يا إما بريء يا إما لئيم. يعني ما قدرتش تعرف منه حاجة أبدا يا حاج؟ كان بيتكلم ولا كأنه باين عليه حاجة، حتى بصت في عينيه مفيش نظرة اتكسرت منها. مش قلتلك يا حاج أنا قلبي حاسس إن الواد ده بريء؟ طب نتأكد إزاي؟ ده عرض وليا، أنا دماغي متلخبط. ما تتكلمي يا زبيدة، سكت ليه؟ وعمل ايه الحاج؟ عمل ايه؟ جاب الواد متولي وجاب له المصحف وقال له اقعد واحلف عليه. وحلف؟ طبعا حلف انه ما لمسكيش ولا جه جنبك. والحاج صدقه؟ طبعا صدقه. انت عارفه صدقه ليه يا بنت؟ عشان الواد قال له يا حاج انا كنت عاوز اتجوز البت دي، بس يعني لما الحال يتعدل شويه. الحاج قال له طب وماله يا ابني، خلاص انا هتكفل بكل حاجه. والنبي يا ست زبيدة، يا فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. ليه بس يا ست زبيدة؟ هو ايه اللي حصل بس؟ الحاج لما حكى للواد متولي على اللي انت قلتيه عليه، الواد صرخ وقال ايه الكلام الفارغ ده؟ انا اعمل كده؟ انا لا يمكن اتجوز بنت بالاخلاق السوي دي. طبعا الحاج زعل واتنرفز خالص وقال لا يمكن، البنت دي ملهاش عيش معانا ابدا. انا مش عارفه عملت ايه بس عشان الحاج عايز يقطع عيشي. يا مصيبتي، بعد كل اللي عملتيه ده ما انتش عارفه انت عملت ايه؟ بصراحة متولي مظلوم، وأنا كل اللي قلته ما حصلش. أنا كل غرضي إن متولي يتجوزني وخلاص. يعني كنت بتتبلي على الجدع؟ استري عليا يا ست زبيدة، إلهي ما يفضحك ولا يكسر لك نفس. عموما أنا هعمل اللي عليا واللي على الله يكون. صباح، استني يا صباح. خدي دول معاك يا صباح. فلوس؟ اعمل بيها ايه الفلوس؟ هو انتوا عشرتكم تتاقل بالمال يا ست زبيدة؟ هلاقي بعد كده ناس زيكم منين؟
بكره ان شاء الله ربنا يعوضك بعريس كويس. مع السلامه يا صباح. الله يسلمك يا ست زبيده. اهو ده اللي نابني منك، كان يوم اسود يوم ما سمعت شرطك. يو وانا اعمل لك ايه يا بنت اختي؟ اذا كان لا بينفع معاكي ولا بيشفع، حظك منحوس على راي المثل. ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ يعني ايه خربتيها وقعدتي على تلها؟ ده بدل ما تشوفي لي حل ينجدني. مخك زينخ. يو كنت فاكراكي بنت لهلوبه شاطره الشطار بتلعب بالبيضه والحجر. وانا ذنبي ايه بقى ان الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم؟ استني استني، قلتي ايه؟ سمعيني كده تاني. الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم. حلو، اربطي عندك انا جايالك. بيت مين بيحبه اكتر، الحاج ولا مراته؟ وانا اش عرفني؟ بعدين ايه الاسئله دي؟ خلاص يا عين خالتك، لما تبقي تعرفي وتتاكدي ابقي تعالي لحد خالتك عشان تقولي لها. مين؟ صباح؟ ايوه يا حاج. اللي جابك تاني هنا يا وش المصايب؟ مش قادره يا حاج، جمالك مغرقاني، مش قادره اسكت. ايه عايزه تقولي ايه؟ ضميري مش مطوعني، عايزه اقولك اللي انت ما تعرفوش. ايه هو اللي ما اعرفوش؟ بس خالف خايفة أقولك ما تصدقنيش، بس أنا مستعدة أحلفلك إن هو ده اللي حصل. أنا مش فاهم إيه اللي حصل. مالك؟ أنت هتجيب السيرة دي تاني؟ أنا بتكلم عن الست زبيدة وحبيبك متولي. مالك؟ ظلمونكي؟ لا مستغفلينك يا حاج. اخلصي! أوعى تقولي الكلام ده مرة تانية أحسن أقتلك وأشرب من دمك. اقتلني يا حاج، اعمل فيها اللي انت عاوزه، بس هي دي الحقيقه اللي كنت بشوفها بعينيا الاتنين. امشي يا بت امشي، ده انت حقيقي تعبان وربنا يكفينا شرك. عارفه لو شفتك هوبت ناحيه البيت ده تاني هقتلك واشرب من دمك. اسمعني بس يا حاج، هقول لك ايه الاول. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمعني بس الاول يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. امشي يا بت، اطلع بره والا والله هقتلك واشرب من دمك. بره بره بره. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حج سلام، حج سلامة، الأكل جاهز. حج سلامة. الله سمعني ده يا حج سلامة. الله انت قاعد هنا وانا عمال انده عليك. ايه ما بتردش عليا ليه؟ يلا قوم عشان نتعشى، الأكل جاهز على السفرة. ايوه يا زبيدة. ايه مالك ما بتردش عليا ليه؟ الله انت سرحان في ايه؟ اصل بفكر شوية في الشغل. شغل؟ شغل ايه؟ في مشاكل في الشغل يا خويا. بلا مشاكل بلا بتاع، معلش كل مشكله وليها حلال. وبعدين انت هتفضل حامل هم كل حاجه يا حاج؟ احنا ربنا الحمد لله كرمنا اخر كرم ومش عايزين اكتر من كده. قوم 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 يلا عشان نتعشى. طيب طيب يا زبيدة هقوم. الله انت بتنتش ايدك مني كده ليه يا حاج؟ طيب ليه يا حاج؟ الحمد لله اكلت. اكلت اكلت ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه وعندي مش اكلتها. اعمل ايه؟ شبعت. حاج سلام انت تعبان يا اخويا، حاسس بحاجه؟ زبيده قلت لك مفيش حاجه. لا اكيد في حاجه، انت مش عاوز تصارحني ليه؟ اصارحك بايه؟ كل ما في الامر لقيت نفسي متضايق شويه كده من غير سبب. ايوه من غير سبب. انت شفت مين النهارده؟ اوه هنبتدي بقى السين وجيم. لا وكتاب الله وكتاب الله، في حاجه وحاجه جامده قوي. قلت لك يا زبيده مفيش حاجه، كل ما هناك ان انا مش طايق حد يكلمني النهارده. ما هو اللي انت بتقوله ده مش طبيعي يا حاج،
انت اصلك بالنظر حد النهارده بصلك بصه مش طبيعيه. انا هولع لك شويه بخور. لا مش طايق نفسي، عايزه تخنقني كمان. لا انت صاحي ليه يا حاج؟ مش جاي لي نوم. مش معنى الليله دي يعني اعمل ايه؟ اثبتي. طب بقول لك ايه، قوم ما نتكلم مع بعض شوي. نام انت، نامي نامي. طب اسمع ما اقول لك، انت قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا الفاتحه وقول هو الله احد والمعوذتين، وانت هتنام وتروح في اخر النوبه. طيب بس سيبيني ونام انت دلوقتي. نامي نامي. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. بس لو اعرف ايه اللي في دماغك. نومه.